نعرف من وين وين وبتين المخلوق اللي اسمه الإنسان ظهر في هذا على وجه البسيطة. طبعا كلكم بتكونوا تابعتوا أو جزء منكم تابع الهايب الضجة اللي كانت آخر السنة حول الورقة اللي اتنشرت حول تاريخ البشر، وإنه الأرجح إنه أول إنسان ظهر في المنطقة بتاع شمال السودان. طبعا الكلام ده يعني نشر بواسطة عدد من السودانيين من قبل، ولكن ما كان في اتفاق في الأوساط العلمية حول إنه الإنسان ظهر وين. كان في نزاع، يعني مثلا في جنوب أفريقيا في منطقة بيزوروا لها السواح إنها هي ذا كريدل أو مهد البشرية. الورقة ظهرت في سنة 2009، نحن ذاتنا شاركنا فيها، كان النزاع ما بين السودان و يعني شرق أفريقيا السودان وناميبيا. ناميبيا طبعا فيها مجموعات اللي هي معروفة باسم السان، اللي هم كانوا بيسموهم البوشمن، الناس اللي هم ناس الصيد والالتقاط، قصار القامة، في أفلام ظهرت عنهم الواحد ممكن يومين ما يشرب موية، بيعرف الموية بأنه لما يتضايق بيمسك القرد ويدي ملح، والملح مع العطش القرد بيكون جاري، وهو جاري بنفس سرعته بعد ذاك بيعرف الموية. يعني مجموعة يعني مجموعة مثيرة للاهتمام من ناحية بتاعت الأنثروبولوجي. ولكن احنا سنة 2015 نشرنا ورقة انا افتكر انها مهمة، ولكن طبعا لانها جاية من العالم النامي ما بتلقى نفس الاهتمام اللي بتلقاه الاوراق الاخرى. ولكن في هذه الورقة زي ما بتوري الخرط والنمذجة البيانية انه الاصل بتاع البشر هو السودان، وليس فقط ذلك، مش هو بس الاصل، إنما هو المنطقة اللي لسه بتحتفظ بأكبر قدر من التنوع الجيني. كويس، إذا أنت اعتبرت إنه البشر هم عبارة عن شجرة وراثية، فالفروع هي المناطق الخارج أفريقيا وخارج السودان، والجزع اللي فيه الأصل هو منطقة السودان، بالتحديد السودان وإلى حد ما تشاد وأريتريا وأثيوبيا. أشارت عبر دراسة الواي كروموزوم، عملوا يعني واي كروموزوم فول جينوم سيكونسينج، قالوا إن الإنسان طالع من المنطقة بتاعت إثيوبيا السودان أو إريتريا، المنطقة بتاعت الغرب الأفريقي ده، لكن ما حددوا بالضبط وين. لكن أشارت الدراسات وأكدت الدراسات أجريت في جامعات مرموقة في أوكسفورد وفي كامبريدج وفي هارفارد وفي غيرها في إموري يونيفرسيتي، إنه فعلا الإنسان طلع من المنطقة دي، لكن ما درسوا كل التفاصيل. في الفترة الأخيرة شاركت جامعة الخرطوم ممثلة بمعهد أبحاث الأمراض المتوطنة ومجموعة من العلماء على رأسهم أستاذنا أستاذ الأجيال بروفيسور أحمد محمد الحسن عليه رحمة الله، وشاركوا كمية من العلماء السودانيين في المشاريع البحثية دي. النتيجة كانت شنو؟ إنه فعلا الإنسان طلع من السودان. الإنسان طلع من السودان كيف؟ لقوا إنه الجينات والتغييرات اللي حصلت يعني بعد ما خرج الإنسان من أفريقيا تشابه وجود الناس في الغرب الأفريقي، ومينلي في وادي النيل، مينلي في مناطق يعني شرق السودان، إريتريا، إثيوبيا، شمال إثيوبيا والمناطق دي. والكلام ده شارك فيه علماء أيضا من إثيوبيا وعلماء من كل الدول ومن تونس ومن غيره وكده. فما ظهر أخيرا وما رشح في الإعلام إنه ده اكتشاف جديد، هذا ليس اكتشاف جديد. قبل سنة تم نشر أوراق من مراكز الأبحاث في جامعة خرطوم بالتعاون مع الجامعات أنا ذكرتها، إنه فعلا الأبحاث أشارت إنه الإنسان طلع من السودان. يعني حجم التنوع الموجود ضخم جدا بالقياس لباقي البشر، يعني باقي الناس كلهم يمكن يعتبروا سبست، مجموعة صغيرة فروع خارجة من هذا الجزء. طبعا برضو كان في حديث انه اثيوبيا هي الموطن اقدم انسان، وطبعا هذا خلط ما بين الانسان واشباه الانسان اللي هم يسمون الهومونويدز، اللي هم هومو ريكتس هومو هابيليس. أشهر جمجمة طبعا اللي اسمها لوسي اللي تلقت في منطقة
العفر اللي هي اسمها أسترالوبيسكس أفرينسيس اللي هي لوسي. لكن دي أعمار هذه البقايا المتحجرة ما تتراوح بين 2 مليون و 4 مليون سنة. والهيكل العظمي للوسي طبعا موجود في المتحف في أديس أبابا، لو أنتم كلكم من الزوار أديس أبابا، الزوار المثقفين يعني اللي يمشوا المتاحف ممكن يشوفوا الهيكل العظمي الأصلي للوسي. ولكن لوسي ليست إنسان، لوسي هي يعني شبيه للبشر وهي أنثى. وطبعا اتلقت برضو آثار أقدام متحجرة، يعني الناس كانوا ماشيين في التربة، التربة لينة، بعدين حصل بركان وتحجر الأثر. هذا لا يخلط اللي هو الملايين السنين مع البشر اللي هم التقدير بتاع عمرهم، وده موضوع مهم أنا حاجي له، بيتراوح ما بين 100 ألف سنة و 200 ألف سنة. في الواقع البشر اللي هم الإنسان الحديث، لأنه البشر ذاتهم ينقسموا إلى هومو سيبينس سيبينس وهومو سيبينس سيبينس نياندرتاليانسيس اللي هم ده النياندرتال ده دعمل البشر يعني لزم، وفي حاجة اسمها هومو سيبينس ده تلقى في منطقة آسيا القوقاز. ولكن هومو يعني في فرق ما بين هومو سيبينس سيبينس اللي هم دين نحن، والأركايك هومو سيبينس اللي هم الإنسان القديم. لأنه الانفصال ما بين الناس بيفتكروا الانفصال ما بين النياندرتال والبشر حصل حوالي 150 ألف سنة. آخر نياندرتال كان في الأرض بيقدر بأنه كان قبل 35 ألف سنة. وطبعا في نظرية شائعة دلوقتي ونحن ما متفقين معاها، إنه الإنسان اختلط بالنياندرتال لما خرج من أفريقيا، حصل تزاوج ما بين النياندرتال والبشر. و يعني إحنا ممكن نوري إنه المسألة دي ما صحيحة، لأنه التزاوج هو مش عملية يعني بين الأنواع القريبة لبعض، هو برضو مش مسألة بس هي عبارة عن تزاوج تكاثر جنسي، هو فيه ثقافة، عنصر بتاع ثقافة، حتى الحيوانات عندها ثقافة للتزاوج. فالبشر هم نحن نتكلم عنهم اللي هم عندهم ميزات، أهم هذه الميزات هي اللغة. إنه الإنسان يعني مش عنده حجم بتاع جمجمة وحجم بتاع دماغ داخل الجمجمة يعني يعني أكبر من الأسلاف بتاعينه، وإنما باستعمال هذا الدماغ. لأنه استعمال الدماغ، وأنا أفتكر الدكتور أوشيك ممكن يكون يتكلم عن هذه المسألة، موضوع العقل البشري وتطوره كتطور الإنسان. العقل البشري زمان هو نفس العقل البشري الموجود الليل، لكن زمان كان محصور في الزراعة والصيد بطريقة بريميتيف، لكن ربنا خلق العقل ده فيه إمكانيات كبيرة. إمكانيات الآن إحنا ما بنستعمل أكثر من 10 يعني 20% من إمكانيات العقل البشري. فالعاقل يعرف إنه الله سبحانه وتعالى ما جعل 80% الباقي دي اعتباطا، فهي ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم بأنه ما استفاد من عقله ده، بالذات الشرور في نفس البشر. يعني نحن لو مشينا في اتجاه السلام والتنمية وتوفير غذاء للناس، السودان زي ما قالوا سلطة غذاء العالم، وفعلا دي الحقيقة، والسودان مستودع السلام في العالم، لأنه بدأ منه الإنسان وبدأت منه الحضارة، والعلم حيثبت الكلام ده تدريجيا إنه نحن أهل الحضارة، ونحن حضارتنا بنيت على السلام والتنمية، الزراعة والتربية الصحيحة الحيوانات والتعايش السلمي ورفاهية الإنسان. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه نحن نرجع للعقل ونرجع لأصولنا الأثبتة جينيا، إنه بدينا من هنا والإنسان بدأ من هنا والحضارة بدأت من هنا والسلام سيبدأ من هنا، يقودوه العلماء. اللغة دي هي مميز يعني واحدة من الأشياء الأساسية بتميز البشر، ويطول الحديث عن ذلك. نرجع للعلاقة شنو بتاعت اللغة
التطور بتاع الإنسان. ولكن برضو تطور الإنسان ارتبط ب يعني عشان تفرق إنه مثلا المنطقة دي كان فيها إنسان أو كان فيها أسلاف الإنسان ما كفاية النار. نحن درسونا طبعا إنه الإنسان اكتشاف النار. النار الهومو إريكتس اللي هو إنسان قديم جدا موجود في آسيا وفي مناطق أخرى اكتشف النار. النار ده اكتشاف قديم. ولكن الصفة المميزة للبشر هي القدرة على التفكير المجرد التجريد. يعني مثلا الرسم ده من أهم فيتشرز الحاجات اللي بتميز الإنسان. الرسم ده هو شنو وليه أسلافنا رسموا ده لحد أسا من الألغاز. يعني الغرض شنو كان من الرسم؟ هل هو غرض فانكشنال إنه هو لما نرسم الفريسة دي في الحجر هل هو الغرض إنه هو يقدر يكون عنده قدرة على اصطياد هذه الفريسة؟ هل هو يعني نوع من التفكير الانعكاسي الشرطي اللي هو ده واحدة من الحياة المهمة جدا أسا الناس بيتكلموا عنها علماء الدماغ لأن الدماغ بقى هو علم براه بيتكلموا عن حاجة اسمها الخلايا المرائية من المراية يعني الميرر نيورونز الخلايا العصبية المرائية كويس اللي هي دي عملت حاجة مهمة جدا جدا للبشر القدرة على المحاكاة كويس اللي هو ده ما يسمى بالميم. الميم زي ما نحن بنتكلم عن انه الكائن الحي ده كائن عنده القدرة انه كائن البشر الحي بيختلف عن الحيوانات في قدرته على صناعة الأدوات والقدرة على المحاكاة اللي هي قدرة على المحاكاة فيها جانب لغوي وفيها جانب له علاقة بالتكنولوجيا وله علاقة بالثقافة. نحن ما بنقدر نفرق هسه بين الثقافة والتكنولوجيا واللغة كلها ممكن الناس يتناولوها كثقافة. الرسم ذاته نوع من الثقافة. من الأماكن اللي فيها يعني برضو بتشير يعني بشكل واضح إلى إنه المنطقة دي هي بداية النوع البشري هي الغزارة الكثافة يمكن يكون نوع من الانفجار الكبير في الرسوم الصخرية أو الروك دروينج ده براه بمناسبة إذا أنت فتحت له باب للسياحة ده بيجيب لك عشرات الآلاف مئات الآلاف من الناس عشان يشوفوا الإنسان في تجلياته الأولى. فالميرن نيورون القدرة على المحاكاة اللي هي دي مهمة يعني من بداية البشر هذه المحاكاة إلى الثورة الصناعية اليابان والصين وغيرها وحتى الحضارة الأوروبية قامت على يعني اقتباس كويس اقتباس ما يفعله الآخرون. فهذه نظرية الميم نظرية أساسية وبنجليها نحن إن شاء الله في فرصة أخرى. ولكن دلوقت أنا داير أقول إنه الشواهد على بداء إنه هذه المنطقة هي بداية البشر متعددة موجودة في الجينات بتاعت السودانيين إنهم أقدم جينات يعني في التسلسل في البشرية موجود في اللغات لأنه برضو في ورقة ظهرت قبل كم سنة من نيوزيلندا من مجموعة ورد إنه اللغات دي كلها رغم اختلاف عندها أصل واحد وهذا الأصل يرجع إلى أفريقيا. الأربع لغات الأساسية في أفريقيا العوائل اللغوية الكبرى مش اللغات اللي هي العائلة الأفريقية الآسيوية والعائلة النيلية الصحراوية ولغة السان بتاعت الطق ولغة النيجر كردوفينين كلها موجودة ما عدا لغة السان موجودة في السودان. ده برضو مؤشر آخر لأنه هذه البلاد هي البلاد التي شهدت بداية النوع البشري.